معاكم عزوز فيديو جديد يوم 4/15 مارس. قبل ما اتكلم باي حاجه اشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع تعليقات حلوه مع تفعيل الجرس. عايز اقول هنتكلم النهارده عن ازاي تحافظ على صحه قلبك. ازاي تحافظ على صحة قلبك؟ رقم واحد عشان تحافظ على صحة القلب سواء شباب أطفال كبار سن، بس الفيديو ده معلومة تهمك واللي ما بتفعلوش في القناة اتفعلوا في القناة، والمشترك المحترم اللي بيطلع من القناة عايز أقول لك دي معلومة تهمك. أنا كل مرة بنزل فيديوهات جديدة. ازاي تحافظ على صحة قلبك؟ صحة القلب أحافظ على ازاي؟ رقم واحد أقلل من السكريات، رقم واحد. رقم اثنين ابتعد عن الحلويات، تمام؟ ولازم أمارس الرياضة. طبعا الناس اللي بيروح الدكاترة، دكاترة قلب ضغط سكر، يقول لك أول حاجة تعملها بعد ما تتعالج وتاخد أدوية لازم تمشي كل يوم. مهم جدا إن أنت تمشي كل يوم. المشي يحافظ على صحة القلب، ولا قدر الله بيحافظ على الغلطات والكلام ده، والمشي بيخلي النفس عندك حلو. ومهم جدا الاستمراريه على الرياضه، وخاصه اللي عندهم امراض قلب او ضغط او سكر. بتعملون فيديو جديد حافظ على صحه القلب، كل فيديو بيتكلم عن الموضوع ده. ما قلل من السكر والحلويات، كتر من شرب المية، مارس الرياضة وبس. هو ده الكلام المهم اللي انا عايز اقوله. وطبعا في حاجة نسيتها، ان انتم تاكلوا اكلات صحية، تاكلوا اكلات صحية وبس.